عاشور مدح المستقر في حي جلول الوصي في سول غزلان، اكرى محل في وسط البلاد، امتهن فيه الحلاقة واكتب في واجهة المحل تاعو حلاقة سول غزلان العصرية. في أسابيع قليلة ذاع الصيد تاع عاشور، ولاو يجوه ناس من مناطق عدة يحفوا عنده. حكاية عاشور مداح أخلصت بتحفيفة الضابط مخابرات. زوج من الدياراس جاو للمحل تاع عاشور وكشفوا الحقيقة اللي ما قدر يعرفها حتى واحد في سول غزلان. هذه الحقيقة راح نتبعوها معنا في حلقة من حلقات برنامج جديد سينشر على قناتنا في اليوتيوب TST TV. والصحة رمضانكم مرة أخرى.